السلام عليكم البنات، كيداير؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الله يكون هادية فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم شلة حويجات زوينين زوينين زوينين، مهم وخفاف دغيا تيوجدو ان شاء الله. غادي نشارك معكم كيدايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانية، وليداتكم، عائلتكم، كلكم بخير ان شاء الله. نتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مهم البنات، غادي ان شاء الله انا راه غسلت دوك المعينات اللي تيكونوا ديال السحور هنا. جبت غادي ندير معكم المسقعه ديال سميتو ديال مصر، كتجي زوينه واعره. وغادي ندير معكم ان شاء الله المهلبيه حتى هي ديال مصر. المهم اليوم غناكلو ماكله ديال مصر ان شاء الله. وشنو اخر غادي نشارك معكم واحد يعني المملحات اللي تيكونوا زوينين زوينين خطيرين. المهم غنشاركهم معكم ان شاء الله، مكونات بساط بساط ومتواجدين في اي بيت، وكل واحد عنده هادشي اللي غادي نوريكم ان شاء الله. مهم المهم البنات، سديت الباب عليا باش ما يتسمعش صوت ديال الدراري بزاف، داكشي علاش سديت الباب. وغادي نبداو ان شاء الله الشهيوات ديالنا نصاوبوهم. كما قلت لكم في الاول، غادي ناكلوا اليوم ان شاء الله الماكله ديال مصر ان شاء الله. وكل المهم المكونات اللي تيكونوا بساطين صراحه، انا غادي نوريكم دابا اللي انا كنت شفت تقديت زيت هنايا بطاطا. هذيك المهلبية غادي نديروها عندي هنايا مغاش زيت هنا البيض والوقت هادشي غير حليب. ضروري الحليب، ضروري الحليب وان شاء الله. بغيت نحتا باش غادي ندير هاديك المسقعة يا حبايبي. المهم عندي هنا خديت الكفتة، وشنو خر لي غادي ندير بيه؟ غادي نحط شوية هدا ماي. عندي هنا الدنجال باقا بالورق بقى الورق ديالو، غنخليها هكا ديكور وقيله. المهم عندي الفنجان، ياك الفنجان صراحه زوين باقي طري. و كاينه واحد البلاصه هنا كناخذو من عندها دوك مالين اللي تيكونوا في العربيه، واللي غادي كناخذو من عندهم صراحه، عندهم داكشي زوين. ايوا ايوا وصافي. هادو عندي هنا الشعرية الصينية، هي مقرية كانت سالت ليا تحميرة والبزار. هنايا البطاطا والكرع نديرها في الشبكة. الكورجات هنا، الفرماج عندي هنايا الكفته ديال البيبي، غنديرها في هذوك المملحات. هذا ما كان والله. دابا ندوزو باش نصاوبو ان شاء الله. نبداو من دابا، دابا تكون دابا شي جوج ديال العشيه، وما انا كنبدا بكري. المهم قرينا مقسم الله ديال مقسم الله القران قرينا، ودابا دخلت الكوزينه ان شاء الله. منين غنسالي، منين تنسالي الشقه ديالي يعني تنسالي بكري، تنمشي عاوتاني ضروري من الضروري ساليو بكري. من الاحسن بداو بكري باش تساليو بكري، ويبقى لكم الوقت باش تقراو القران ديالكم باش تختموا ان شاء الله جوج ختمات ولا. وهذا ما كان. يلا البنات سبقوا معايا، غنشارك معكم ان شاء الله المهلبيه بالكراميل. عندي هنايا 4 ديال الكيسان ديال الحليب كبار بحال هذا،
وعندي هنايا، عندي هنايا 50 غرام ديال الزبيب، وعندي هنا معلقة ديال ماء الزهر والنشا، عندي 4 المعالق ديال النشا صافي. وغادي نبداو ان شاء الله، وعندي 5 المعالق ديال سنيدة صافي. وغادي نبداو ان شاء الله على بركة الله صافي، باش ان شاء الله تكون واضحة الطريقة. المهم غادي نحط هنايا النشا ونحركوها، ما تلصقش لينا. غادي نضيفو سنيدة 5 المعالق، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، هنا 5. المهم غادي نحركوها ونحطوها في فوق النار. المهم البنات انا حطيتها هنايا فوق النار قليله، يعني ما تجهدوش ليها العافيه. وغادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال الماء الزهر. ونخلطو، ودابا غادي نضيفو الزبيب مزيان. ومن بلاتها وما تحيدوش عليه يديكم حتى تشوفوه كيختار، من يختار صافي حيدوه من فوق النار. وما عندي انا هنايا شويه ديال اللوز غادي نقليه. باش يديكم عليه النار مهيبة. هنا بنات هانتوما بدا تيعقد، باش ما يلصقش ليكم وصافي. دابا عقد لينا غادي نطفيو عليه ونوجدو دابا الكريم كراميل. المهم البنات لقيتوني صوبت كريم كراميل ياك. المهم غادي ندير انا عندي غير هادو، غادي نضيف حتى هذه هنا. درت فيه 6 المعالق ديال سنيدة، ودرت 2 معالق ديال الخل، ولا بحال هكا. وخلطت مزيان حتى ولا بحال هذا الشكل هذا، ولا بحال الكراميل. المهم بحال هكا. وعندي هنا اللوز اللي قليته وهرمشته صافي. وغادي نجيب انا هذيك هذيك المهلبية، وغادي ندير اللوز هكا. المهم انا اول مرة نجربها، بغينا اليوم نديرو فطور ديال مصر ان شاء الله. وغادي ندير هكا، وغادي نكب داك الخليط اللي صوبتو معاكم. وغادي ناخد واحد المغرف
وغادي نشد غير هكا وغادي نخوي. غادي ندير شويه ديال الزبيب ضروري هكا، صافي البنات ساليت. وغادي ندخلهم نخليهم يبردوا غير شويه هنا بحال هكا، وغادي ندخلهم ان شاء الله للثلاجه ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات غنشارك معكم هذوك يعني المملحات اللي قلت لكم عندي هنايا. انا درت جوج معالق ديال الزيت ورشه ديال الخميره الحلويات ملح ومعلقه الخل، صافي هادشي اللي درت فيهم. يعني غادي تلقاو ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. صافي غادي نجمع العجين ديالي الماء عادي ديال روبيني. المهم البنات انا عجنت هاد العجين غادي نغطيها بشي منديل بحال هكا ونخليها يعني غير شويه ونخليها وصافي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات انا هنايا غنوريكم هنا عندي غادي نقسم هذيك العجينه كويرات، وعندي هنا درت القرعه درت الكفته ودرت بصله وحده ودرت معاها هذيك القشده الطريه يعني واحد جوج معالق كبار صافي، ودرت البزار سكنجبير المهم العطريه كامله. ودابا ان شاء الله غادي والملحه وانتم عارفين. ودابا غادي نقسم هذا العجين ان شاء الله. المهم البنات انا راه قطعت العجين وبديت كنطلقها بحال هكا. حاولوا تطلقوها مزيان ودابا غادي ندير واحد شويه النشا بحال هكا بحال هكا، وندير نلوي بحال شكل ملويه. وغادي نلوي هاد الجهه بحال شكل ملويه بحال هكا، نخليهم هنايا يرتاحوا ونكمل انايا كاع ندير لهم بحال هاد الشكل ونعاودو نتلاقاو. المهم البنات انايا غادي نبدا معكم دابا غادي يعني نقرص هاد الملويه بحال هاد الشكل بحال هكا، غادي نهز خليط نحطو هنا بحال هكا، نجيب شويه فرماج شويه فرماج نديرو حتى هو، ناخذ شويه الفرماج بحال هكا نحطو هنا ونبقى نهز هاد الجوانب بحال هكا بحال هكا صافي. غادي نحطها في اللاطه. المهم البنات انا درتهم هنايا في اللاطه. وغادي البنات انا خرجت سميتو هادوك الرغيفات اللي درت معاكم تيجيو على هاد الشكل هذا تيجيو زوينين البنات ومقرمشين راه باقيين سخان هانتوما راه مقرمشين و تيدوبو في الفم. المهم صراحة زوينين ها مقرمشين البنات غير جربهم. اصلا انا راه كنت فايتة دايراهم ماشي بهاد الطريقة هادي، كنت دايراهم بواحد الطريقة اخرى بالتفاح، داكشي علاش قلت لكم مقرمشين. راه يلا انا مازال اصلا مازال ما فاطرينش راه كنوجدو كنديرهم بالتفاح حتى هما كيجيو بحال الطريقه هذه مقرمشين وزوينين. المهم شوفوا معايا
اتمنى يعجبوكم. المهم خرجتهم في الفران، غادي نمشي ندير المسقعه ديالنا ونعاودو نتلاقاو. المهم البنات انا ساليت هنايا، عندي الدنجال اللي قليته في الزيت وفلفله، عندي هنا مطيشه صاوبت لاصوص ديال مطيشه هي هنايا عندي، درت فيها الثومه والعطريه كامله يعني كلشي. المهم البنات غادي نكمل معكم. عندي هنا تا الكفته اللي شحرتها مع شويه الزيت وشويه ديال القزبر اليابس والملحه والبزار، شويه ديال العطريه. المهم دابا غادي ندير واحد شويه ديال الصوص هنا وسط. انا وقيلا اول مره غندير هاد المسقعه، وعندي هاد اللاطه كبيره غندير غير النص فيها، وهذيك تهرسات ليا هذيك واحد اللاطه كانت عندي. المهم غادي ندير الدنجال، هناك ندير الفلفله حتى هي، ناخذ هاد الكفته ندير لاصوص. غادي ندير عاوتاني الدنجال، المهم عشوائي. المرة الجاية ان شاء الله غندير فيها الخضرة كاملة، يعني بطاطا قرعة. غادي ناخد ندير هنا لاصوص اللي بقات ليا، بحال هكا. صراحة كتجي غزالة، كتجي واعرة وبنينة، الوليدات غيحبوها بحال هكا. وصافي وغادي ندير عليها فرمة شوية فوق هكا. صافي البنات، ودابا غادي ندخلها الفران ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله منين غادي نحطها في المائدة ديال الفطور ديالنا، ونحط كل شيء ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. يلا بقاو معنا البنات، ها هي المسقعه ديالنا وجدات. انا ما عنديش الملق يعني صغير، درتو هنا صراحه جات كتشهي. وهذه ديال مهلبيه حتى هي، وهادو هما اللي وريتكم قبيله درتو معاكم تيجيو مقرمشين. صافي هذا ما كان البنات، البيض والخبز ديال الدار درتو صراحه جا زوين وفشفش. صافي هذا ما كان، نتمنى يعجبكم وما تنساوناش البنات بالتشجيع ديالكم والدعوات ديالكم. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، دمتم في امان الله.